كنا بثقة وثبات بألوان زاهية بيضاء وردية ترسم دوما بشائر الأمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سادتي الأفاضل، أقول كما يقول المثل العربي: لا عطر بعد عروس. أستاذنا الفاضل سيدي مصطفى بن حمزة تكلم فأجاد الكلام وبلغ فأحسن التبليغ وأحاط بالموضوع فأحسن الإحاطة، فجزاه الله خير الجزاء. ونحن نعتبر أن هذه الليلة المباركة في قلب الأطلس الكبير وفي عمق سوس، هذه الليلة ستظل محطة علمية روحية متميزة تفتخر بها هذه المدرسة وتؤرخ بها. الأستاذ الفاضل نبهنا إلى قضايا عديدة، من هذه القضايا أهمية العلم بالنسبة لديننا الإسلامي الحنيف وبالنسبة لأمتنا المغربية الإسلامية. لا يمكن الاستغناء عن العلم الشرعي والعلم اللغوي الذي يواكبه، وأخشى ما نخشاه هو أن يأتي يوم تحرم فيه الأمة الإسلامية من الفقهاء، والفقهاء هم عيونها بل قلبها بل عقلها. ولذلك الأستاذ الفاضل جزاه الله خيرا حملنا جميعا مدرسين ودارسين معلمين ومتعلمين المسؤولية لنعمل جاهدين على أن يظل منار العلم في هذه البلاد منارا مشعا ينير طريق السالكين ويدل الحيارى على طريق الله القاصد الآمين. أستاذنا الكريم تحدث عن الرجل والمرأة، العالم والعالمة، والرجل والمرأة كما هو معروف جناحان للمجتمع وللأمة، والطائر هو هذا المجتمع ولا يمكن أن يطير إلا بجناحين قويين، وقوة هذين الجناحين تكمن في العلم. أستاذنا الفاضل أشار إلى أمور ثلاثة تشوب العلم وتفسده وتشوب الدين وتفسده: تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والتأويل يمكن أن نختصره في كلمة جامعة مانعة ذات أبعاد وإيحاءات قوية للعلامة الموريطاني سيدي عبد الله بن بيا، وكما أعجبتني هذه الكلمة قال: ما نجا من نجا إلا بالتأويل، وما هلك من هلك إلا بالتأويل. التأويل حيث يجب لا مندوحة عنه، فمن حاد عنه هلك، والتأويل حيث لا ينبغي ولا داعي له لا ينبغي أن يكون، فإذا كان سبب الهلاك. وموضوع التأويل موضوع طويل عريض، ولا يوجد من علماء المسلمين قديما وحديثا من لم يؤول
ما يجب أن يؤول. أقول هذا لأن البعض يبالغ ويقول التأويل لا ينبغي اللجوء إليه، بل يجب اللجوء إليه حين يتعين، فإذا لم نلجأ إليه نسير في طريق الهلاك. ولكن إذا لم يكن هنالك داع إلى التأويل وأولنا نسير في طريق الهلاك. ما نجا من نجا إلا بالتأويل، أي حيث يجب التأويل، وما هلك من هلك إلا بالتأويل، أي حيث لا يجوز التأويل. إذن هذه الليلة المباركة ذكرنا فيها بأمور بالغة الأهمية، والعلم الشرعي مقوم من مقوماتنا الأساسية، نحن بحاجة إليه أكثر من حاجتنا إلى الغذاء والدواء والهواء. فنقول لطلبتنا استوعبوا ما سمعتم وحولوه وتمثلوه وتنافسوا في ميدان العلم. ونقول لعلمائنا جزاهم الله خيرا وثبتهم الله في مواقعهم، أعطوا علمكم بسخاء للأجيال الصاعدة، فهي بحاجة إليه، والأمة كلها تنتظر منهم أن يخرجوا أفواجا من العلماء. الأستاذ الفاضل جزاه الله خيرا أشار إلى ذهاب العلماء بالعشرات، ما من يوم إلا ونودع فيه عالما، ولكن واجب الأمة أن لا تودع عالما إلا وقد وجدت علماء يحلون محله. فإذا لا عطر بعد عروس، ليس هنالك ما نضيفه إلى ما قيل، وإنما الأستاذ الفاضل أحسن التبليغ، فينبغي أن نحسن الاستيعاب وأن نحسن التمثل. فجزاه الله خيرا وجزاكم الله جميعا خير الجزاء، وصلى اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.